Capitán, mira. Dima! شو؟ ايه وشغلي بتزعل كمان. لازم نتحرك. المساعد التاني ممكن يكون بخطر كمان. مع السلامة. تأخرنا على هيدا الشب كمان ديما. إذا وصلوا لهيدا ما بعتقد رح نلاقي شي بيبسط المرة الجاية. ما تخاف، الشاب الجديد ما رح يموت. جبتي أصحاب زيادة عن ما اتفقنا ديما. صحيح، بس تغير الوضع، أني كان الموضوع أخطر مما كنا متوقعين. إيه بعرف ديما، ما رح تعرفيني على عم بحكي مع ديما. تيو ريكو، أنا ماريو ماي برو. أنا مني خيك. أنا بفتكر أنك ما عرفتي قيمة المعلومات اللي معك ديما. إنه ليه بدك تضايق الدرافيلو؟ أنا بدي دابل. لا 1.5. لا عن جد بعدك عنيدة. يحرق تيو. ديما خليكي بالكابين. اوكي. انت يا قبضاي رح ضلك واقف هيك؟ هيدنا رح نتسلى كتير اليوم.
الشركاء هني يلي ربحوا. ماريو ديما ساعديني، يلا خلينا نفوتوا لجوا. أنيكا بتصور في عالج الخليج. ريكو رح دلك وين. تمام. قد ايه بعد بدنا؟ مش بعيد. ريكو فراتري انا تصرفت منيح؟ انت بعد لهلا ما انتهيت. كان عبالي دايما نكون منيح معك ريكو، نحن وصغار. بتمنى لو كنا هلا عم نشتغل على هيدي السيارة. عمرنا 17 سنة ومش خايفين من ولا شيء بالعالم. تتذكر ريكو أنا ما بعمري انبسطت بعد مربحي بون فايرز. هون ريكو وقف هون. انتبهوا ننتبهوا نزيف داخلي. الإصابة قوية وعلى الأرجح تكون مميتة. ديما اتمرني على مفردات ألطف. هالشخصين بينوسق فيهم؟ هني من صوار بس عدونا هو عدون كمان. ما تخاف تيو بيعرف يعالج الوضع. بتمنى يكون معك حق. ما هو هيك طمنيني عن ماريو.